الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. إلى شعب الإيمان. روى المصنف وانا اصلا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: تعلموا هذا القران واتلوه فانكم تؤجرون في كل اسم 10 حسنات، اما اني لا اقول الف لام ميم ولكن في كل حرف الف ولام وميم. وعن عبد الله بن بريده عن ابيه قال: كنت جالسا عند نبي الله فسمعته يقول: تعلموا سوره البقره فان اخذها بركه وتركها حسره تستطيع البطله. ثم سكت ساعه ثم قال: تعلموا سوره البقره وال عمران فانهما الزهروان وإنهما يأتيان يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حتى ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول له القرآن: أنا الذي أضمأتك في الهواجر وأسرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء التجارة، وأنا لك اليوم وراء كل تجارة. فيعطي الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى الوالداء حلتين. كل هذا ضعيف، لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان بما كسينا هذا، فيقال لهما بأخذ ولدكما القرآن، فيقال: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقرأ، يعني هذا أو هدا أو ترتيل أو ترتيلا. لقد حديث ابن قتادة حديث عبد الله مختصرا. هنا في قول المسعود رضي الله عنه رضاه قال: تعلموا هذا القرآن واتلوه فإنكم تؤجرون عليه. تعلموا هذا القرآن، وهذا لا يكون إلا ممن قد رفعهم الله جل في علاه وجعل لهم الخير كله دقة وجله، وكان من أعظم الناس إحسانا لنفسه ولغيره عندما يلتزم بالقرآن. والملازمة بالقرآن، ملازمة القرآن نجاة، وملازمة القرآن تمكين وعز، ملازمة القرآن أنس ولطف، ملازمة القرآن تدبر وفهم وفقه. لذلك قال: تعلموا القرآن، أمر بتعلم القرآن. وكان العلم بالقرآن آنذاك هو العلم بحدوده وبحروفه، فما كان من صحابي أن يحفظ حرفا قط إلا أن يعلم حدوده بل ويعمل به. لذلك ابن مسعود قال: تعلموا القرآن، لأنه قال ابن مسعود يعني أنت في زمان يعني تصدر فيه الفقهاء، وسيأتي زمان يعني قال وسيأتي زمان يقوم به القراء دون الفقهاء. وهذا الزمان بين أن هذا الزمان هو زمان الفتن العظيمة المضطربة، وهذا الزمان زمان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من زمان إلا والذي بعده شر منه، فيكون أشر الزمان في هذا الباب. ولذلك مسعود في بعض الوقت قال: لا أقول أمير خير من أمير ولا مطر من قحط، ولكن أقول يذهب العلماء ويبقى الجهال، فإذا كان كذلك اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال: فإنكم تؤجرون في كل اسم 10 حسنات، أما إني لا أقول ألف لام ميم ولكن أقول ألف لام ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والمعنى إذا كان ألف له حسنة فهو ب10 حسنات، واللام إذا كان بحسنة أيضا له 10 حسنات، والميم بحسنة إذا ب10 حسنات. فانظر كيف لك يعني من الحسنات المهولة عند ارتباطك بكتاب الله جل في علاه، عند تلاوتك لكتاب ربك جل في علاه. هذا تهيج المشاعر بضبط بعض الحسنات المنضبطة، ولكن في حقيقة الأمر أن المسألة دائرة على القلوب. من أخلص وصدق وتدبر ونظر وعمق الفهم فإن الله يضاعف له الحسنات، فإن الله جل في علاه يضاعف له الحسنات أضعافا كثيرة لا يستطيع أن يصل إلى المرء. أجر أخذ الأجر على الإمامة، تقصد أعمال القراءة؟ يعني الإمامة بيكون
أجل الأجر على الإمامة، يعني فيها أقوال الجمهور يرون بجواز ذلك، وأنا أدين الله بأنه المسألة دائرة على الارتزاق. وما معنى الارتزاق؟ يعني إن كان محتاجا يأخذ ما يكفيه وينتهي، ما اشترط. الإشكال كل إشكال نحن نرى في رمضان عندما يذهب يصلي بالناس يشترط أن كل ربع يكون في كذا أو الصلاة يكون فيها كذا. نعم يشترط ويتعالى في الشرط كمان الآن. نعم يتعالى في الشرط الآن، وهذه مسألة تظهر جدا ما تبناه بأن هذا على الحرمة. وإذا قال يأتي زمان على الناس يتأجلونه ولا يتعجلونه، يتعجلون ولا يتأجلون، يعني يأخذون أجره عاجلا لا أجلا عند الله جل وعلا. وذلك قال من خير الناس صاحب القرآن غير ما في تلميح ويسكت، ثم ما يعطونه ويأخذه ويمشي. طبعا ارتزاقا فقط دون التحديد، التحديد هذا ما الحرام، ما يجوز، ما يجوز. أما الاستئجار على القراءة هذا حرام البتة باتفاق، ما فيها كلام. الاستئجار على القراءة حرام البتة، والمال حرام، والإيجار والعقد محرم، كل هذا حرام باطل. طبعا يستأجرون يقرأ القرآن هناك، كل هذا مال حرام. الله، كان في أخ طبعا مع القراءات وجيد جدا كما في دبي وإمام المسجد، وكان الرجل ده بيقرأ في الإذاعة بيقرأ في الشوادر، وطبعا التعاقد معاه كان عالي جدا. سألني قلت له هذا مال حرام، طبعا مات لكنه توقف. غيره من أصدقائي قال له من أقل لهم الفتوى ما توقف. جاني ولد صغير كان بيطلب معي العلم، قال لي إن قلت ذلك من أين نسترزق؟ خرج أزهره. قلت له اهتم بالقرآن سترزق، القرآن رزق. الدليل شيخنا قال الله تعالى وما لك بصلاة والصبر لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ومن انشغل بالقرآن فقد انشغل بالله، قال النبي صلى الله عليه وسلم من انشغل بالله كفاه الله كل لهم. وهذا جاء موقوفا مرفوعا عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي نفسه إيش قال؟ وجعل رزقي تحت ظل رمح، وجعل رزقي تحت ظل رمح. هنا يقول النبي تعلموا البقرة، البقرة من أعظم السبع التسع طوال، والبقرة كفى فيها آية الكرسي، أعظم آية في كتاب الله جل وعلا، وفيها أطول آية هي آية المداينة. أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم المزايا أنها تبطل السحر. طبعا هذه أطول آية، آية المداينة. ولذلك هنا سورة البقرة قال النبي لا يستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة. نعم. ولذلك فيها آيات قارعات، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا العلة يعلمون الناس السحرة وما أنزل على المكان ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد من حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال ولا وتركها حصر ولا استطيع البطلة. طبعا مزايا القرآن أيضا، مزايا سورة البقرة بأن فيها أعظم آية، وأن خواتيم هذه الآية يقرأ بها عند النوم يكون تكون حافظة له أو يكون حفظا له. قال تعلموا البقرة، سورة البقرة وآل عمران فيها جواز ذكر السورة بما يذكر فيها. السورة إيش فيها؟ فقلنا ضربوه ببعضها، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فسموا الآية سورة بآية بما ذكر فيها من الآيات. سورة البقرة وسورة آل عمران، سورة آل عمران إن الله اصطفى، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، سموها آل عمران. قال فإنهما الزهران وإنهما يظللان صاحبهما يوم القيامة. البقرة وآل عمران يظللان، لا، قراءة البقرة وآل عمران، قراءة البقرة وآل عمران، لأنه القراءة تجسم، القراءة تجسم، فإن كانت القراءة تجسم فتأتي يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غايتان أو فرقان من طير صواف. وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حتى انشق عنه القبر كرجل الشاحب فيقول هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك؟ فيقول له القرآن أنا الذي أضمعتك في الهواجر وأسرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء التجارة وأنا لك اليوم وراء كل تجارة، فيعطى الملك بيمين. شوف
يأتي أو يتمثل، تتمثل له قراءته، ليس القرآن ولكن قراءته للقرآن تتمثل لأنه فعله. ورد على الأشاعرة طبعا، نعوذ بالله يا أخي. أولا ورد على المعتزلة، أي نعم، وأن كل تاجر من وراء التجارة، وأن لك اليوم وراء كل تجارة، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار. وإن ومن يهن له فليس له من الله، فليس له من مكرم. نعم. لكن من أكرم الله لا تجد له مهينة، من أكرم الله لا تجد له مهينة. شوف أكرم الله لأنه أخذ من القرآن، أتى القرآن أحسن هيئة، وكان معضدا ونصيرا. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار. لو كان من خاصة الله، من أهل الله، من أهل الله وخاصته. ويكسى والدا حلتين لهما أهل الدنيا، فيقولان بما كسبنا هذا، فيقال لهما بما أخذ ولدكما من القرآن، فيقال اقرأ واصعد في درجة الجنة. وهذا فضل صاحب القرآن، فإن الله قد فضله على كثير من الإنس والجان، وجعله عظيما في أهل السماوات. إذا كل هذه الأحاديث والأثار تحثنا على ملازمة القرآن والتدبر فيه وإن طال الوقت، لأنه ليس المهم الكم، ولكن المهم الكيف، وهذا يكون من التعمد بالتدبر عند القراءة، فإنه يثبت في القلب عندما يقرأ متدبرا، ثم يصاحب القرآن كما قلنا تلاوة وعلما وعملا. الفوائد المستنبطة: مصاحبة القرآن تذهب الإنسان إلى الجنان. القراءة لسه الفوائد بس، فائدة ثانية: القراءة ترسخ في القلوب بالتدبر الذي يأتي يحج ويجسم يوم القيامة. القراءة وليست ذات القرآن، القراءة للقرآن ليست ذات القرآن، القرآن ليس مخلوقا حتى يمثل. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.